طب معلش اعذريني في السؤال ده، هل انت بتجيلك زي الستات التانيين العادة الشهرية؟ بيجيني توجعها بس، توجعها اللي هي بدايات العادة في وقت معين كل شهر، فترات معينة، مش كل شهر، كل فترات معينة، كل فترة. انما طبعا عشان الوضع التشريحي ما ينفعش ان هي تنزل اصلا، ما ينفعش انها تنزل. تمام. لو حبينا نقول يعني انت بصرف النظر عن انك انت تعرضتي لمحنة او تعرضتي لظروف انسانية قاسية شوية، واكيد نفسيتك تعبت، انا متعاطف معاكي جدا وبقولك معلش، انما انت دلوقتي طالبة ايه؟ ايه الشيء اللي ممكن يرضيكي؟ طالبة ان اعمل عمليتي، انك تعملي ده اللي محتاجة، مش محتاجة حاجة تانية، هو ده. وطالبة طبعا اكيد ان الناس تتعامل معاكي ك ك ك كأنسة مش كرجل. طبعا. طب انت لما بتقلعي النقاب بتبقي بشعر طويل وبتبقي بشكل انثى؟ ايوه تماما. طبعا، ما حدش يتخيل اما انا بدخل الشركه عندنا بتلبس زي الشركه، انت زي شغل، انت بتشتغلي في شركه مش كده؟ فزي الشغل، انت بتقلع هدومك وبتلبس هدوم، فمش هتقلعها لوحدك، بتقلعيها مع زملائك. فلو انا كده ما اكيد هيكشوا مني، لو انت لكن ازاي؟ انا عاديه جدا وهما متعاملين جدا، مفيش حاجه من الحاجات اللي هي صفات الذكوره دي موجوده. يعني انت لما بتغيري في الشغل عندكم بتبقي ضمن غرفه التغيير بتاعت النساء، السيدات، وهم يعني بيتقبلوا الموضوع، بيعاملوكي كست وبينادوكي؟ ما يعرفوش الكلام ده طبعا، ما يعرفوش. لا، لانك طبعا لو قلت لهم هتبقى في مشكله. طبعا، ازاي هفضح نفسي يعني.